بقدر التحية بحضراتكم. حواري لا يزال ممتد مع الأستاذ وائل عباس معاون السيد وزير التموين. وخلينا نروح مباشرة لأزمة بتقابل البقالين غير المواطنين. في بيشتكوا عدد من البقالين بأن في رضاءة في بعض السلع اللي جاية لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأيضا ارتفاع سعرها. تمام يا فندم. بداية المنظومة لما كانت بتطبق كان في حاجتين، في التموين وفي فرق سلع، فرق نقاط. التموين ده هو كان بياخده من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فرق سلع نقاط كان بيروح التاجر هو حر في التصرف فيه، بياخد سلع من مختلف الجهات، القطاع الخاص او تجار الجملة، وبياخد هذه السلع من عنده. طبعا المواطن عنده مبلغ معين، المبلغ ده بيشتري بيه السلع اللي هو عايزها من البقال، فبيشتري بقى بيها بيض، بيشتري جبن بانواعها، بيشتري لحوم، بيشتري اسماك، بيشتري اللي هو عايزه. فانا طبعا انا عايز استفيد من موضوع التعاقد الجماعي، بمعنى ان هل يعقل ان حضرتك كبقال تمويني لما تروح لسلسله امداد نهائيه هتنتهي بحضرتك وتاخد منها هتكون ارخص من انا لما اتعاقد جماعيا مع مورد من البقال؟ لا اكيد جماعيا ارخص. بالظبط يا فندم. فده اللي بيتم، ده اللي بيتم، ان انا جمعت 26000 استماره من 26000 بقال منتشرين على 27 محافظه. الاستمارات دي انا بعت له استماره من وشين، من وجهين. وجه الاول هو السلع اللي انا بديها له كشركه قابضه، الوجه الاخر السلع اللي هو عايز يجيبها من المورد القطاع الخاص. فطبعا قلت له وسبتها له فاضيه، قلت له اذكرها لي اي سلع انت عايزها، تونه، جبن، سمك، اي حاجه اكتبها لي. وكتبناها وجمعناها كلها وبدانا نعمل موضوع التعاقد الجماعي ده. ومش بس كده، ده انا بدات اكلم البقالين واقول لهم لو انت شايف الاسعار دي عاليه وريني كده كمان فواتيرك، ابعت لي فاتوره طبعا بالمستندات، طبعا فاتوره تقول لي ان الاسعار اللي انا كاتبها دي عاليه. طبعا بعضهم بعت في بعض السلع، بدات اتعاقد، اضغط على المورد واجيب اسعار اقل. كل ده ليه؟ كل ده عشان ان انا اوفر للمواطن وادي هامش ربح اعلى للبقال. يعني مش صحيح ان انا بدخل شركه الجمله علشان هي تكون هي ليها اليد العليا ولا الكلام ده، لا انا بقول له علشان اوحد مصدرك. طب خلينا نصيغ معاك بشكل تاني. اتفضل. واثناء وجود حضرتك في الوزاره وفي المكتب وبتقول لي ان انت بتتابع اول باول مع فريق عمل. تمام. وانا متاكد من ده. المشكلات اللي هي على الارض اللي بتقابلكم بشكل حقيقي؟ ضخ السلع. ضخ السلع. احنا بنضخ السلع لما بنلاقي في مثلا في مخازن في عجز فيها او في حاجه بنضخها، بنضخ السلع. عندك سيارات متنقله؟ طبعا تحت شركه العامه المصريه. طبعا عندنا شركتين، الشركه العامه تخدم الوجه البحري، الشركه المصريه تخدم الوجه القبلي بكله. فطبعا احنا بنقول ان احنا عندنا الشركتين دول ليهم مخازن، مخازن رئيسيه ومخازن فرعيه. المخازن الفرعيه بيكون مربوط عليها عدد من البقالين، المخازن الرئيسيه اللي بتمول المخازن الفرعيه. يعني في كل محافظه بيكون ليها مخزن رئيسي، المخزن الرئيسي ده بيضخ في المخازن الفرعيه. يعني ضخ السلع ده اول مشكله او قضية بتقابلكم؟ طبعا. واحنا طبعا بنقول يعني احنا بنحاول من فترة لفترة اول ما بيجي لي الابلاغ عن حالة نقص سلع في مكان معين بنضخ على طول فيها. فطبعا احنا بنقول ان مش بعمل كده بتتحل المشكلة، لكن انا ستيب باي ستيب او خطوة خطوة مع المواطن ومع البقال برضو. يعني البقال انا برضو البقالين التموين بيتصلوا بينا وعارفيننا على برضه 19280؟ لا لا لا، الخط على الموبايل الشخصي. انتوا بيجي لكم كم اتصال على 19280؟ لا كتير، كتير جدا، وبيتم تصنيفها على سمارت فون بتاعي. حتى بيجي لي نسخه منها، بيتم تصنيفها المشاكل الخاصه بالخبز قد كذا، اسبابها تعملوا تحليل. بالظبط، تحليل كامل للمشكله. معايا احمد من المنيا وعبد الحميد من القاهره. اتفضل يا استاذ احمد. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ وائل لو سمحت، احنا لينا بطاقة قديمها بتاع 12 شهر رايحة، وعملنا بدل ساجد لحد الوقت، كل ما نروح لمكتب التموين يقول لسه ما جاتش، لسه ما جاتش، لسه ما جاتش. ايه الحكاية الوقت؟ والوقت اللي قفل البدل يقول له روح اعمل حوالي تاني واعمل محضر شرطة تاني. حضرتك عملت الحوالة وعملت الورق كله؟ عملت الحوالة وعملت الورق كله، والوقت ده بتاع 12 شهر رايحة. طيب ممكن حضرتك بس تبلغيني برضو نفس الكلام على خط 19280، وتليفوني برضو متاح قدام حضرتك. ماشي، ابلغ اسمك ان شاء الله كده بكره بعد صلاة الجمعة. تكلميني انا تحت امرك. الكنترول دلوقتي، القناة هتديكي تليفون استاذ وائل. اتصلي بيه. ومعايا استاذ صلاح من القاهرة. الو؟ الو استاذ عبد الحميد يا فندم. استاذ عبد الحميد اتفضل. يا استاذ عبد الحميد
معلش انا اسف يا استاذ محمد. انا عارفك ضيف دائم ما عنديش مشكله، اتفضل. الله يبارك لك يا استاذ محمد وربنا ويا رب يحل مشاكلك، تحت امرك، اتفضل. الله يخليك. اسمح لي يا فندم، انا فضلت ان انا يعني مقدم على بطاقه تموين. انا من النوع اللي بصرف بورق، لسه البطاقه ما طلعتش. نعم. وقعدت سنه يا فندم ان انا لما خدت الورقه اصرف بيها، واسرتي مكونه من 3 افراد. والوقت يا فندم كان في مداخله قبل كده، والاستاذ محمود دياب اتواصلت معاه ورحت الوزاره وعملت حواله بلديه. نعم. فحضرتك يا فندم انا ليا دلوقتي سنتين من غير بطاقه، ما بصرفش عيش وبصرف بالجواب. والتموين يا فندم يا دوب فيه السكر بس، زيت ما فيش، رز ما فيش، اي حاجه تموينيه ما فيش، بصرف لفرضين. والفرض الثالث يا فندم مش عارف اضيفه. وعملت حواله بلديه اكتر من 3 مرات، ورحت وزاره التموين برضه وقالوا لي اعمل حواله بلديه. وقعدت مع الاستاذ محمود دياب، طلعني فوق للاستاذ احمد الدور اللي فوق يا فندم. انا مش عارف اعمل ايه، لا انا عارف اجيب عيش، ولا انا عارف اعيش، ولا انا عارف اصرف تموين، وما معيش بطاقه. يعني انا بصرف بورقه واخدتها من مكتب التموين. يا ريت بس حضرتك تتواصل بس معايا، الفريق الاعداد بس هيدي التليفون لسيادتك. وبكره ان شاء الله بعد الصلاه مفيش مشكله. طيب انتوا الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معايا، استاذ وائل عباس مشكورا، مش هياخد تليفونك ولا هيتصل بيك. احنا سمح لنا ان احنا ندي لحضراتكم تليفونه وتتصلوا بيه بكره بعد صلاه الجمعه للمحاوله منه لايجاد حلول واقعيه وسريعه ان شاء الله.